بكم مجددا في منبر مبادرة باحثين السودانيين. طبعا اخواننا يترشح نترحم دائما على ارواح الشهداء الذين فدوا الثورة بتاعتنا المجيدة بدمائهم وارواحهم. حاليا معانا ام الشهيد واخت الشهيد صالح. نحن ما كنا متخيلين إنه السودان ده فيه شباب ممكن يعمل له فيه. الحمد لله الحمد لله. الشهيد كل اللي كانوا بيطلعوا أنا بيطلعوا عشان يشوفوا مستقبل البلد دي أحسن وأجمل. وهو طالع كان اللي بيطلعوا كانوا كده بيطلعوا عارفين روحهم يا رجعوا ما رجعوا. المهم بنستودعهم ربنا والله أخذ أمانك الحمد لله. أنا بيجي القيادة بصراحة مرتاح لما أشوف الشباب. أنا بشوف صالح بكل عيون الشباب بإصرار الشباب دين كلهم. أنا بكون مرتاحة لما أشوف الإصرار في عيونهم. مرتاح لما نسمع الهتافات. بعرف إنه إن شاء الله إن شاء الله دم ودم كل الشهداء ما حيضيع ما حيضيع إن شاء الله بإصراركم عزيمتكم ووحدتكم والمحافظة على سلميتكم مدنية مدنية مدنية. نحن راح نطالب أي مجلس عسكري بأنه يجيب لنا حق الشهداء. نحن حنجيب حق أولادنا لما نعمل حكومتنا المدنية حنجيب حق أولادنا. نحن ما عايزين من المجلس العسكري أي حاجة. مدنية مدنية مدنية. تحية لكم كلكم. شهدائنا ما ماتوا. شهدائنا ما ماتوا. شهدائنا ما ماتوا. عايشين مع الثوار. 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 حق الشهيد مارع. دم الشهيد مارع. لا تسنوا نحن وشاع. دم الشهيد مارع. لا تسنوا نحن وشاع. دم الشهيد مارع. لا تسنوا نحن وشاع. دم الشهيد دمي. أم الشهيد أمي. ثورة. دم الشهيد دمي. ثورة. 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 أم الشهيد دمي. ثورة. خلي الوطن يبكي. ثورة. يا أمي ما تبكي. ثورة. خلي الوطن يبكي. ثورة. يا أمي ما تبكي. ثورة. خلي الوطن يبكي. ثورة. يا أمي ما تبكي. ثورة. خلي الوطن يبكي. ثورة. يا أمي ما تبكي. ثورة. خلي الوطن يبكي. عندي نقطة عن صالح يا كلية يا جامعة المدرسة المراحل السكن عشان الناس تكون عارفين الشهيد ذاته هو مصالح بقدر الإمكان. لأنه الشباب كلهم ضحوا بدمائهم من أجلنا عشان كده تكون الحياة دي مقروصة في نفوسنا هنا. أي زلمة بيقولوا صالح تعرف صالح دمه تقدر ترد عنه عنه. يا رب
الوهاب صالح من مواليد الخرطوم 1990 قرأ في مدارس كمبوني بالأساس وبعدين واصل مدرسة جبرة. هو مولود في جبرة، أنا أصلاً كنا ساكنين في جبرة من كمبوني نشأ مدرسة أبو بكر الصديق في جبرة، انتهى من هناك تامنة ومنها مشى مدرسة الخرطوم الجديدة الثانوية، قرأ لحد السنة الثانية هو ما كمل. السنة اللي كانت هسي دي هي الآداب بدأ طلع كتبه، كان عايز يمتحن الشهادة السودانية، الحمد لله ربنا ما أراد. كانت شهادة أعلى منه. الحمد لله الحمد لله. صالح هو كان يعني الزول اللي احنا بنعتمد عليه في البيت، يعني هو في الأصغر منه وفي الأكبر منه، لكن هو اللي كان يعني الكبير والصغير احنا كلنا بنعتمد عليه. حتى يوم طلع للمظاهرة أنا كنت وصياب على أخوانه الأصغر منه الاثنين، هم طلعوا ثلاثة، طلعوا منهم عشر مشوا لحد يوم درمان عشان يمشوا الموكب بتاعهم درمان يوم 9 في شارع 40. يعني هو لما طلع أنا بوصيه على أخوانه الصغار، سبحان الله هو حافظ على أخوانه والحمد لله. كانت إرادة ربنا إنه أخذ رصاصتين، واحدة في الكتف واحدة في الظهر، وهي دي كانت السبب الأساسي لوفاته بتاعت الظهر دي، نزف كتير وأثرت على الرئة الحمد لله. هو لما انطلع كان يعني احتمال هو كان حاسس من كلماته إنه يعني هو طالع بيحكي لي في نقطة، يعني يقول لي في أم بتجهز في حاجة بيضة كده وبقوم أقول لها ده شنو قامت قالت لهم ده الكفن، يا تسقطوا الحكومة يجيبوكم ليا. فدي نقطة كان بيحكيها هو طالع قبل المظاهرة صراحة. أنا طبعا يعني أي أم وأي أخت لما يقول لها كلام زي ده بت، لكن في النهاية برضو استودعت أم ربنا هو وأخوانه وطلعوا، ولحد الساعة 4 إلا هم بيتصلوا وبيطمني عليه وعلى أخوانه. بعدها بشوية يتصلوا وقالوا إنه هو مضروب في الكتف. إحنا بعد ذاك اتحركنا لحد ما نصل للمستشفى، مستشفى 40، عشان اكتشفنا إنه الضربة ما في الكتف بس، كانت لها الرصاصة الثانية دي. أنا ما حصلته، لكن أنا الشيء اللي عرفته إنه هو كان بيتشهد بيقول ما تخلوا حقنا، يعني كانوا معاه وكان بيقول لهم كده ما تخلوا حقنا وإن شاء الله ما حنخلي حقه حق كل معاهم إن شاء الله. شهدائنا ما ماتوا، إن شاء الله عايشين مع الثوار. شهدائنا ما ماتوا عايشين مع الثوار. ثورة الناظم الخايف، ثورة عارفين نجيب التاج. ثورة شهدائنا ما ماتوا، ثورة عايشين مع الثوار. ثورة الناظم الخايف، ثورة عارفين نجيب التاج. صالح كتب قصة، ثورة راويها بدمه، ثورة أثبت بأنه شهيد. ثورة كل الوطن همه، ثورة شهدائنا ما ماتوا، ثورة عايشين مع الثوار. ثورة الضمير خايف، ثورة حالفين نجيب التار. ثورة صالح رسم خارطة، ثورة راويها بدمه، ثورة أثبت بأنه شهيد. ثورة كل الوطن همه، ثورة شهدائنا ما ماتوا، ثورة حالفين نجيب التار. ثورة شهدائنا ما ماتوا، ثورة عايشين مع الثوار. ثورة الضمير خايف، ثورة حالفين نجيب التار. ثورة حالفين نجيب التار. ثورة حالفين نجيب التار. دم الشهيد دمي، أم الشهيد أمي، دم الشهيد دمي، أم الشهيد أمي، دم الشهيد دمي، أم الشهيد أمي، وعدانا ما ماتوا مع الثوار. وعدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار. وعدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار. وعدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار. الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية. 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 الدم قصاد الدم
ما بنقبل الدية. الدم قزاد الدم ما بنقبل الدية. وهاب والله ما نقبل الدية. ساز دكتور الله يصبركم دكتور دكتور فيني